الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم جدا أثر الدعم على السعر التوازن للسلعة. يعني الآن لدينا، نفترض أن نحلل حالة الطلب والعرض لسلعة معينة، ونريد أن نتعرف ما الذي سيحدث إذا قامت مثلا الحكومة بدعم سعر هذه السلعة، أثر ذلك على المستهلك والمنتج. وعلى بركة الله نبدأ. الآن يعرف الدعم اللي هو سبسيدي بأنه دفعة نقدية أو عينية تقدمها الحكومة مقابل كل وحدة من سلعة ما تنتجها منشأة ما. يعني الحكومة تقدم الآن مقابل على سبيل المثال كل طن أو كل متر مكعب أو كل كيلو أو كل وحدة قياس، مقابلها للمنتج دعم نقدي حتى يوفر هذه السلعة في الأسواق ويبيعها للمستهلكين والذين يحتاجونها بأسعار مخفضة. كأن نقول هنا سلعة القمح أو الشعير أو لحم الضأن، وعادة ما تكون السلعة ضرورية، تهدف الحكومة من ذلك مساعدة عامة الناس في الحصول على ما يحتاجونه من السلعة بأسعار مخفضة، وبالتالي يعد الدعم شكل من أشكال الضريبة العكسية أو ما يسمى reverse tax. يعمل بالعادة، يعني قبل أن نتحدث عن السبسيدي، الآن لنفترض أن ننظر إلى سلعة عادية معينة، يعمل تفاعل قوى الطلب والعرض حول سلعة القمح على إنتاج حالة مشابهة بدون دعم. الآن نتحدث عن السلعة هذه القمح بدون دعم، يعني حالة مشابهة للحالة الآتية المبينة بالصورة. هنا عندي على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة quantity supply and demand من الويت W، وعندي هنا سعر الكميات المعروضة والمطلوبة، وهنا منحنى الطلب DW، وعندي منحنى العرض اللي هو يساوي عادة marginal cost، لأنه نتحدث عن سوق تنافسية. تقاطع الآن منحنى الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة أو منحنى الطلب مع منحنى العرض يؤدي إلى تبلور نقطة التوازن أو ما يسمى بالإكوليبريم، فتنتج كيو ستار هذه الكمية التوازنية، وهنا بي ستار هذه في الحالة التي لا يكون فيها دعم. الآن لنفترض، نذهب إلى الشريحة الأخرى، نفترض بأن لدينا منظومة الطلب والعرض لسلعة القمح كما هي. الآن لدينا هذه المنظومة كيو سب دي تساوي 15 ناقص 3 بي، هذه يعني دالة الطلب على القمح، وهنا دالة العرض للقمح Q سب S تساوي 10 زائد 2 P. الآن قبل الدعم عند التوازن كوانتي ديماند تساوي كنت سبلاي، أي أن الآن هذا الكمية المطلوبة حسب المعادلة 15 ناقص 3 P تساوي الكمية المعروضة حسب المعادلة 10 زائد 2 P. هنا الآن منحلها، ننقل 10 إلى الطرف الأيسر و 3 P سالب إلى الطرف الأيمن، تعطينا كما يلي الآن 15 ناقص 10، يعني إذا نقلنا الآن 10 إلى هنا و 3P إلى الطرف الأيمن، فبيكون بالحالة هاي يعني الوضع قبل النهاية 10 زائد 2P، هنا هذه تساوي يعني الكمية هذه تساوي هذه الكمية، ما يعني أنه 15 ناقص 10 يعني طرحنا هذه تساوي 2P، لاحظوا لي هنا زائد 3P لأنه نقلناها فبصير 3P، أي أن الآن 5 هنا P تساوي 5 تساوي 5P، بمعنى آخر بأن السعر التوازني بدون أي تداخل أو تدخل من الجهات الخارجية، هاي يعني السعر التوازني الذي نتج عن تفاعل حر بين قوى الطلب والعرض يساوي 5 على 5 يساوي 1 صحيح، أي أن Q star بالتعويض في معادلة الطلب أو معادلة العرض يساوي 12. نمثلها بأيانيا، يعني هنا quantity demand and supply على المحور الأفقي، أسعار الكميات التوازنية والعفوا أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة على السعر المعمولي، هذا منحنى الطلب وهذا منحنى العرض. الآن نتيجة التفاعل الحر حسب يعني هذه المعادلة منظومة الطلب والعرض هذه، كان الآن الكمية التوازنية 12 والسعر التوازني 1. هذه قبل الدعم. لنفترض الآن بأن الحكومة قررت أن تدعم الإنتاج مثلا، أنا يعني ننطلق الشريحة الثالثة هنا، نفترض الآن بأن الحكومة قررت دعم المزارعين بمبلغ واحد يعني وحدة واحدة من العملة لكل طن، كل طن الآن نعطيها يعني وحدة دعم مقدار واحد اللي هو 1000
مليون او ثلث ما بتفرق، يعني هنا وحدات قياس ليست مهمه المهم المبدا. فالحكومه قررت ان تدعم لكل طن وحده، وذلك من اجل ان يخفضوا اسعار بيع السلع للمستهلكين. ما يعني الان بان منظومه الطلب والعرض تتعدل منها، هل المنظومه القديمه كانت كما يلي، ستتعدل هذه المنظومه الى ما يلي الان، تصبح الان كوانتي ديماندد حسب المعادله تبقى كما هي، لكن كوانتي سبلاي الان 10 زائد 2 فبنزيد لها 1 على السعر بصير بي زائد 1 بالحاله هذه. هذا طبعا المنظومه القديمه. هنا المنظومه الجديده ان هذه المعادله معادله العرض اصبحت 10 زائد 2 في بي، لكن بي اضفنا لها 1 اللي هو مقدار الدعم. نكمل المنظومه الجديده مره اخرى. هذه المنظومه الجديده الان بعد ما اصبحت الان 10 زائد 2 في بي زائد 1 بنحلها الان تساوي 10 زائد 2 بي زائد 2. لاحظوا لي هنا 10 زائد 2 بي، بنضرب 2 في بي، 2 بي زائد 2 في 1 تصبح 2 زائد 2 وتساوي 12. لاحظوا لي هذه 10 زائد 2 يساوي 12 زائد 2 بي. اذا هذه معادلة الطلب وهذه معادلة العرض الجديدة. هنا كيو سب اس يساوي 12 زائد 2 بي. عند التوازن هذه الكمية 15 ناقص 3 بي اللي هي كمية معادلة الطلب او الكميات المطلوبة حسب المعادلة، 15 ناقص 3 بي تساوي الكميات المعروضة حسب المعادلة الجديدة 12 زائد 2 بي. بنفكفك وبنحل القوة بيطلع عندي بالحالة هاي 10 زائد 2 بي زائد 2. وما يعني الآن أي أن الآن 15 ناقص 10 هنا عفوا 15 طبعا ننقل الآن، ننقل هذه الآن 15 ناقص 3 بي تساوي 10 زائد 2 بي زائد 2، ننقل هاي إلى الطرف الأيسر واثنين إلى الطرف الأيسر، وتبقى هذه الآن سالب ننقلها إلى الطرف الأيمن. بصير عندي الآن 15 ناقص 10 ناقص 2 تساوي 5 بي اللي هو حاصل جمع هذه عندما تنتقل للطرف الأيمن تصبح موجبة، وبالتالي 3 بي زائد 2 بي تساوي 5 بي. ما يعني الآن بأن السعر التوازني 3 هنا تساوي 5 بي هنا، وبتساوي بي ستار تساوي 3 على 5 ويساوي 6 بالعشرة. هذا الآن السعر التوازن الجديد بعد أن قررت الحكومة دعم الإنتاج بمقدار 1 لكل طن. والكمية التوازنية الجديدة أصبحت الآن لأن الأسعار انخفضت، لاحظوني نعوض السعر الجديد في المعادلة الطلب القديمة هنا، فبتصير الحالة هاي ومعادلة العرض الجديد طبعا لأنه حالة التوازن بيكون الكمية التوازنية الجديدة 13.2 بالعشرة ليست 12 كما كانت في السابق. دعنا نمثل ذلك بيانيا. هنا على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة، وعلى المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة. هلأ قبل الدعم كانت الحالة كما يلي، هاي الآن الكوانتي ديماندد هنا على المحور على هذا المنحنى، والكميات المعروضة حسب المنحنى هذا اللي هو السبلاي اوف في تساوي المارجنال كوست. فهذه الآن الكميات قبل الدعم كانت 12 مقابل 1، الآن بعد الدعم أصبح عندي إزاحة إلى اليمين، بمعنى آخر لأن المارجنال كوست أو الكلفة الحدية انخفضت سيؤدي إلى إزاحة تامة في منحنى العرض إلى اليمين. هذه الإزاحة الكاملة بتقاطع هنا بالتعويض. طبعا هذه الكميات وهذه طبعا الكمية أو السعر الآن أصبحت السعر التوازن الجديد 0.6 اللي هو 6 بالعشرة أقل من 1، وهنا الكمية الجديدة التوازنية 13.2. لاحظوا لي أرجوكم الآن هذه معادلة العرض القديمة بتعويض الكمية الجديدة. هنا هذه الكمية الجديدة في هذه المعادلة كأنما نقول يعني نجد بأن 13.2 بالعشرة تساوي 10 زائد 2 بي، ما يعني بأن السعر الذي يبيع عنده المنتج هذه الكمية كأنما لو أنه بده يبيع 13.2 بالعشرة على المنحنى القديم، بتكون بالحالة هي السعر هو عبارة عن 1.6 يعني زاد عنها سبحان الله بمقدار 6 بالعشرة، في حين أن المستهلكين الآن بيدفعوا 6 بالعشرة. فكأنما الآن لاحظوا لي هذا لو بده بيع عند المنحنى القديم، عند المنحنى القديم هذه الكمية اللي هي 13.7 يجب أن يكون السعر 1.6، في حين أنه الآن على المنحنى الجديد لأن الحكومة قامت بدعم السلعة فإن هذه الكمية تباع عند هذا السعر. ما يعني الآن بأن فائض المستهلك زاد
وفائض المنتج زاد والتوازن لم يعد عند واحد. هذا الآن سعر التوازن هو 0.6 مدعوم مدعوم. هذا الآن ال 1.6 بسموه سعر المنتج لو كان بده يبيع عند منحنى العرض القديم، وهذا سعر المستهلك لو بده يروح على المنحنى الجديد. أوكي، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي. المقطع القادم بإذن الله سيكون حول أثر الدعم لسلعة بديلة substitute أو متممة complement، أي أننا سننظر في توازن السوق لسلعتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.